المباراة الأخيرة نظن احنا رانا نفوز وفريق خانش لا يفوز، لكن فرق واحدة أخرى صراحة تخلت عن النزاهة، احنا عمرنا ما تكلمنا عن النزاهة، فريق خانش لا فريق ثاني هو محترم، مشى مشي تباطل كيما احنا. كنا نتمنوا أن فرق واحدة أخرى ما تدخلش وتخلي المنافسة تمشي والفريق اللي يستحق الصعود هو اللي يصعد، فرق أخرى صراحة ألا فوسيل وشامبيونا في لافاز روتور. وهاد الفرق العام الجاي يقعدوا يلعبوا في هذا القسم الوطني الثاني وثاني يزيدوا يفوزوا لو شامبيون الادوتر زيكي. والحمد لله وين دينا ثلاث نقاط من اتحاد عنابه، الحمد لله وين حنايا رانا نفوزوا واش كيما كانت ريزيلطا من هي، احنا نربحوا نديروا اللي علينا وحاجه اخرى فيها خير ان شاء الله. كانت مقابله مقبوله والجميع بذل المجهود وفق الامكانيات اللي متوفره، بارك الله فيهم الجميع، يعني نتمنى توفيق الاتحاد عنابه في الموسم المقبل ان شاء الله. اليوم كان بعض اللاعبين الرديف قدموا مردود مقبول ومردود يبشر بالخير ان شاء الله في بدايه الموسم، ان شاء الله يستفيد منهم الفريق بعد ما خداو هذه التجربه. كانت وين كانت مفاهمه مع البريزيدون لان قبل الروتور نفرزوا الامور الماديه، زدنا صبرنا لعبنا كات ماتش الحمد لله وفقنا ربي في الروتور وين جبناهم بقينا لاصقين مع لي برومي، من بعد وراه ولات الامور ما تبشرش بالخير، غياب اداره تام وين ولاو اللاعبين دخلنا في اضرابات، الشيء اللي اثر علينا بالونترينمون بوندون 15 جور ولا 21 جور، ومن خلال الماتش تاع العالمه زيدوا لي عندنا دي بليسير وين جاو دارنا ماتش نيل، من تم بدات ولات لي جوار ديزيسبيري، اونترينر يبطل من لي جوار يبطلوا.